اسمه أحمد حمودان، موهبة شمالية رائعة بزغ فجرها في عالم كرة القدم المغربية وفق فريق اتحاد طنجة. الموهبة يلعب ذات اليمين وذات الشمال بكرة القدم ويقهر الكبار قبل الصغار، أمر أدى به إلى المناداة عليه للمنتخب الوطني من طرف السيد هيرفي رونار. لكن السؤال يبقى، هل سوف يبقى أحمد حمودان بملعب ابن بطوطة أم أن طريقه للاحتراف مفروش بالورود؟